مشاهدينا أهلا بكم. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لبراعم لاعبي فريق منتخب الكويت ضمن مشاركته في بطولة جيم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. المقطع يرصد الهدف الأول الذي حققه لاعب المنتخب عبد الرحمن الخضر في مباراة فريقه مع منتخب فرنسا، والتي انتهت بخسارته أمام منافسه في ركلات الجزاء، ما جعل المستخدمين يتعاطفون مع مشاعر الحزن التي أصابتهم بعد الخسارة. وامتدادا لذلك، فقد أكد المستخدمون أن هناك مستقبلا كبيرا في انتظار هؤلاء الأبطال البراعم، من حيث أنهم في الغد هم شباب المستقبل الواعد، مضيفين أنه يجب تكريم هؤلاء الأبطال وتقديم الدعم الكامل لهم لإكمال مسيرتهم الرياضية، مبينين أنه رغم صغر أعمارهم إلا أنهم رسموا فرحة كبيرة في نفوس المواطنين عبر ظهورهم المشرف في هذه البطولة.